بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين. أما بعد، حاليا الشباب وصلنا للإكزامبل لشرح على Combined Gas Steam Power. بعد الفيديو السابق تبع شرح الثيوريتيكال تبع Combined Gas Steam Power، حاليا عن Example. Consider the Combined Gas Steam Power Cycle has a net power output of 45 megawatt. طبعا هون هي ضفته انه بنحتاجها بالنسبة للسؤال. هون بالإكزامبل بالكتاب كان هو ضايف بحل للمثال السابق، اخذ من مثال 10-8B، اخذ انه الـ MS عبارة عن 15 كيلوغرام بير سكند، لكن هون انا حطيت اضافة نفس الفكرة تقريبا لكن بشكل اخر، اللي هو حطيت هون نت باور اوتبوت نت باور هو عبارة عن 45 ميجا وات. فنبدأ اول شيء هلا نسجل، بنقول انه دبليو نت تمام تساوي 45 ميجا وات. طيب خلينا نكمل السؤال. The topping cycle is the gas turbine cycle. نعرف هالشغلة. That has a pressure ratio of 8. يعني هون من نقول شو عنا pressure ratio اللي هي ال RP تساوي كم؟ تساوي 8، وهي نفسها P6 over P5، وهي نفسها P3 أو P7 over P8. طيب عنا هون بيقول air enters compressor at 300 كلفن and the turbine at 1300 كلفن. يعني شوف عنا هون عنا T5، شايفين هون عند الكمبرسر T5 تساوي 300 كلفن، والT7 اللي هي هون عند التوربين تساوي 1300 كلفن. طيب شو كمان معطينا بالسؤال؟ The isentropic efficiency of the compressor is 80%. يعني هون عند الكمبرسر معطيني الـ efficiency تساوي 80%. طيب and that of the gas turbine is 85. كمان هون معطيني الـ efficiency، طبعا هي efficiency بس انا ما بعرف شو كتبت، efficiency تساوي 85%. The bottoming cycle is a simple ideal Rankine cycle operating between the pressure limits between 7 MPa and 5 kPa. يعني هون في عنا P1 equal P4 equal 4 عفوا 5 kPa. وعنا كمان الـ P3 equal P2 equal 7 ميجا باسكال. طيب steam is heated in heat exchanger ماسكة ماي هيز اكستنجر. مهم steam is heated in heat exchanger by the exhaust gases to a temperature of 500 celsius. يعني هون بده يكون عنا شو هون شو لحتى نفهم الجملة بشكل واضح، عم بيقول الستيم اللي طالع من هون is heated by exhaust exchanger. يعني الفيد ووتر اللي طالع من البامب تسخن عن طريق الهيت اللي مارر من هون، مارر بالاكزوست غاز تمام، وصار عند درجة حرارة معينة. معناته شو معطينا؟ معطينا T3. نكتب هون T3 equal 500 degree Celsius. The exhaust gases leave the heat exchanger at 45 Kelvin. يعني T9 equal 450
كلفن. طيب خلينا نبدأ بالحل. طبعا احنا بنعرف بشكل عام انه دائما عند الستيت 1 شو هي ستيت 1 دائما هون ساتوريتد ليكويد، وستيت 3 بالغالب 90% 95% الا اذا كان يعني هيك شغله هبال بالسايكل راح يكون سوبر هيتد. بالنسبه للايديل سمبل رانكين. طيب نيجي لهون 1 فور ستيت 1. طبعا مو على طول انت بتقول تحط بالنسبه لل 3 هون تحط على طول على طول انه هي شو اسمه سوبر هيتد، لا بدك تشيك عندك البريشر وعندك درجه الحراره، بتشوف بالجداول وعلى اساسها بتقرر. وقت بنوصل له راح اشرح لكم شو الوضع. طيب فور ستيت 1 it is saturated liquid. تمام، معناته ال H1 كم تساوي؟ بنروح نحن على الجداول، كم عنا ال P1؟ ال P1 عنا اياها 5 كيلو باسكال. تمام، بنروح على الجدول، نجي لهون على ال A4 ولا A5 اتوقع A5. ال A4 وال A5 نفس الشيء، بس اللهم هذا ال A5 بالبرشر وال A4 بالتمبريتشر. نحن هو قال عنا انه 5 كيلو باسكال، عند 5 كيلو باسكال كم عنا ال شو اسمه ال HF انه هي ساتوريتد ليكويد. هي 5، هي هون 5 كيلو باسكال، بيجي هون بيطلع عنا 1375.75. طيب نروح نكتب هون H1 سوي 1375 كيلو جول بالكيلوغرام. طبعا نفس الوقت بناخذ ال V1 اللي هي ال VF. اذا بنروح على الجداول عند قيمة ال 5 كيلو باسكال مثل ما شرحت بالفيديوهات السابقة، خلينا نمر عندها معلش. هي هون هي ال VF تمام عند 5 كيلو باسكال 0.001005. طيب نرجع لكم 0.001005. طيب نجي هلا بنطالع W pump اللي هو WP وتساوي P1 P2 minus P1 وتساوي 0.001005. بالضبط في عنا ال P2 7 ميجا باسكال، معناتها هي عبارة عن 7000 كيلو باسكال، ماينس ال P1 وال P1 هي عبارة عن 5 كيلو باسكال، بيطلع عنا قيمة WP وتساوي 7.02 كيلو جول بير كيلوغرام. طيب نجي هلا منا منطالع ال H2. نحن نفس الوقت بنعرف انه W pump تساوي H2 minus H1 تمام، معناتها عنا ال H2 وتساوي ال WP plus H1. نجمع ال W pump مع ال H1 بيطلع عنا قيمة ال H2 وتساوي 144.77 كيلو جول بير كيلوغرام. طيب هي حطت تحت أفضل، نقول هون إذا H2 تساوي 144.77 كيلو جول بير كيلو جرام. طيب نروح هلا عند ستيت 3. ستيت 3 تمام، بنروح بنشوف هلا درجة الحرارة. درجة الحرارة عند الستيت 3 كم معطينا اياها؟ درجة الحرارة عند ستيت 3 معطينا اياها وينه 500 ديجري سيليسيوس، وكم معطينا للباسكال؟
معطينا الباسكال بي 3 7 ميجا باسكال. نروح على الجداول، نروح على 7 ميجا باسكال اللي هي 7000. شوف كم درجة الحرارة، هاي 7000 درجة الحرارة حطينا اياها 285، نحن عنا 500، معناتها اكبر من هاي. اذا كان اكبر شو معناتها؟ سوبر هيتد. معناتها هلا هون نتأكد، نقول سي 3 it is super heated vapor because T3 is bigger than T saturated at 7 megapascal. تمام تمام. حتى نروح على الجداول نطلع قيمة ال H3. إذا رحنا على الجداول superheated هي superheated 7 ميجا باسكال، هاي 7 ميجا باسكال. كم درجة الحرارة عندنا؟ 500، هاي 500 تمام، هون 500. ايش هذا بيطلع بينزل؟ مهم هاي 500، هون 500، وهون عندنا ال H. شايفين ال H؟ فبنشوف بيطلع عنا ال H ب H3 3411.4. طيب راح نسجلها، بنقول H3. أحيانا هذا إذا طلعت من برنامج برجع فوت عليه بيعلق مثل ما هون انتهت. طيب ماشي، H3 وتساوي 3411.4 كيلو جول بير كيلو جرام. تمام. والاس 3 كمان بنفس الشيء، بدي اياكم تطلعوا، ولكن هي نفس الشيء جنب الاتش 3 بالسج بالسوبر هيتد فيبر حيطلع عنا هي نفس الاس 4. تمام. ليش انه نفس الاس 4؟ لانه شو اسمه اس 3 والاس 4 بيكون نفس القيمه ثابته. نقول هون S3 وتساوي 6.8 كيلو جول بير كيلو جرام تايمز كلفن. تكون حابين تأكدوا، هاي هون هاي 500، شايفين هاي 500، وهاي هون ال S 6.8. طيب نجي هلا حاليا فور ستيت 4 ورجع على الحجة. طيب فور ستيت فور شو عنا؟ نحن عنا الاس فور، والاس فور الاس فور تساوي كم؟ 6.8 هي نفسها الاس ثري كيلو جول كيلو جرام تايمز كلفن. طيب الاس فور كم قيمتها او شو هي؟ سوبر هيتد ميكسير كومبريست ليكويد، شو وضعه؟ طيب اول شيء بنروح نشوف عند ستيت 4 كم البريشر. البريشر عند ستيت 4 از 5 كيلو باسكال. شايفين عند ستيت 4 از 5 كيلو باسكال. بنروح عند الجداول وين نقول 5 كيلو باسكال 5 كيلو باسكال 5 كيلو باسكال، هاي هون 5 كيلو باسكال. هاي جينا عند ال 5 كيلو باسكال بنشوف انه كم عنا نحن الاس 4. الاس 4 هي عبارة عن 6.8، هون عمنا الاس اف 0.4 والاس جي 8.3 بين هي وهي، معناتها عبارة عن شو؟ منقول ميكتشر. اها تمام. معناتها اذا منروح لهون وشو هاد اللي تحت؟ اذا منروح لهون، لا اله الا الله، شو صدق هذا العجيب. طيب تمام، منقول هون انه الاس 4، خلينا نكتبها فوق احسن مشان ناخذ مساحه. من هون الاس 4 is bigger than sf وليس than sg، معناته الاس 4 بتساوي SF
plus x s s يا ابني s f g. تمام تمام نجي من هون عشان نطلع منها قيمة ال x equality، بنقول هون 6.8 هو 6.8 equal ال s f، نطلع من الجدول حيكون قيمته 0.4762، محل ما فاجأتكم الجدول حيكون جدول A5 plus هون X، وعنا ال SFG حيكون 7.9176، معناته ال X بيطلع عنا قيمتها 0.798، معناته ال H4 اللي هي ال HF plus X HF جي. تمام راح يكون عنا وتساوي ال HF عنا ياها اذا طلعناه من الجدول راح يكون 1.3 من نفس الخط على 5 كيلو باسكال بجدول A5 5 كيلو باسكال، راح نوجد ال HF 137.75 plus 0.798 مضروبة في ال HFG اللي هي 2423 بيطلع عنا ال H4 بيطلع عنا رقم بدون فواصل مفترض 273 كيلو جول بير كيلوغرام. طيب هاي ال H4، نيجي هلا على ال State 5. شو اللي عنا بال State 5 وشو الفكرة عن ال State 5 وشو الوضع؟ نقول هون نحن for state 5 نشوف ال state 5 شو في عنا شغلات صايرة بال state 5. ايه عند ال state 5 وين ال state 5؟ ايه state 5 عبي ان عم عطينا temperature، temperature هي عبارة عن 500 وين ال T5 ماني شايف ماني طلصش ايه T5 عفوا 300 كلفن. حلو 300 كلفن وهي اصلا هون هي عبارة عن compressed liquid. نروح على جدول A17 تمام، نكتب هون it is compressed liquid. طبعا الخط عليكم فيه بس يلا حط هون H5 ونروح على جدول compressed liquid. تقولي ليش قلت compressed liquid؟ طيب خلينا نقول ليش compressed liquid، ممكن حد يسأل قول ليش compressed liquid. نشوف هون عند الفايف وين موقع الفايف بشكل عام، موقع هون وين هون على الخط، وقت بيكون على الخط بيكون شو saturated شو اسمه saturated liquid، لكن هي هون عبارة هون ان نحن اذا نذكر فيها مدان يكون هون بيكون compressed liquid، وعلى الخط هون كان بيكون superheated. فهمت علي شلون؟ لا عفوا مو على الخط، الخط بيكون saturated vapor، اللي برا الخط هون هو بيكون super heated، هون بيكون compressed liquid، هون saturated liquid، وهون saturated vapor. إذا تذكروا سير مدينة بوين هون نحن عنا ياها شو؟ عنا ياها compressed liquid، وكمان أيضا لستي عنا ياها compressed liquid، وبنفس الوقت هو أصلا معطينا الكمبريسر فيه efficiency. أها معناته هون ال H6 بدي يكون وضعه. طيب خلينا اول شيء هلا نبدا بنخلص ال H5 بعدين نروح حبه حبه، لا تفكر بالصعب بقى اللي جايك بعدين، اول شيء حل اللي عندك بعدين روح. فهمت علي شلون؟ حبه حبه بنروح على جدول A17 اللي هو compressed liquid A17 تمام شايفين A17 بتلاقي هون properties of the atmospheric at high at لا وين ايه هون ايوه ايوه هون ليكو. طيب نيجي منروح ideal gas properties of air ومنشوف عن درجة حرارة 300 شايفين 300 كلفن عنا البطيخ ال H ب 300.19 وال H5 سوي 300 ماني حاطط لا 300.19 كيلو جول بر كيلو جرام. تمام من نطالع نحن
PR5 كمان بنفس الوقت، والـ PR5 إذا طلعنا من نفس الجدول من نفس المكان هذا هو هون A17 300، وهذا الـ PR رح يكون 1.386، وهون PR5 1.1 الـ PR5 كان وين راح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، 1.386. طيب نيجي هلأ، ليش نحن طلع من PR5؟ لك والله يا طويلة، مشان طلع ال PR6. ليش ما نطلع PR6؟ عشان نعرف نوجد كم هو الهيت عفوا الانثالبي عند الستيت 6، وهم PR6 over PR5 وتساوي P6 over P5. طبعا P6 over P5 هي عبارة عن 8، معطينا اياها RP pressure ratio، معناتها بنقول اذا PR6 وتساوي 8، شايفين هون هذا الترم بثمانية، نقول 8 ضرب PR5 معناتها PR6 وتساوي كم؟ 11.08. روح نرجع على الجدول نفسه A17 نشوف وين 11.8. ندور بال PR عند 11.8، والله ننزل لتحت بنشوف هون 11.8 between 10.37 and 11.1. معناته رح نعمل شو؟ انتربوليشن. انتربوليشن هون عن البي ار، وهي عنا هون الانثالبي. طيب بنحط نرسم جدول الانتربوليشن، نعمل هكذا كالعاده، لازم نعلق اذا طلعنا. طبعا يعني شبه منحرف، المهم نعمل هكذا هكذا وهكذا. هون الواي هون الاكس، بنقول هون H6 to S. عم طالع H6، عم طالع الايديل، نحن ما عم طالع الاكشوال. ليش عم طالع الايديل؟ انه ما هو عم طالع، يعني نحن شو حاليا عم نطالع اذا كان هون بهالنقطة دقيقة بهاي النقطة هو، بس نحن اصلا بدنا اياها هو، بس شو ليش سحط الخط لهو؟ لانه في عنا افشنسي، مشان هيك صار عم يمشي هيك رايح لهنيك، مشان الافشنسي اللي هي 80% ايزنتروبيك افشنسي. طيب معناتها هون عم طلع نحن الاي دي الاتش 6، بنقول نحن عنا مثل ما رجعنا للجدول نشوف عنا ال هون 1 هون 2. طيب هون عنا 11.08 انها هي between 10.37 و 11.1، معناتها كمان نفس الجدول من نفس المكان جنبهم راح يكون هذا 533.98، وهي راح يكون 544.35. شوفوا هون هي 10.37 وهي 5.33 وهي 11.1 وهي 5.44.35. طيب شو بدنا؟ لا خلاص. طيب هون عن طريق الانتربوليشن نقول ال H6S اس كالعادة، نقول Y1 plus X minus X1 في X minus X1 في y2 minus y1 على x2 minus x1، ويطلع لنا قيمة ال h6s وتساوي 544.06 كيلو جول بر كيلوغرام. تمام. نروح هلا بنحط الايزنتروبيك افشنسي تبع الكمبريسر، هي عبارة عن، عشان تفهموها وتقدروا تحلوها شو ما كان يكون عندكم الارقام وشو كيف من كان، عشان ما يكون حافظين. طيب منروح لعند سكيمتريك دايجرام، عندنا هلا الافشنسي كومبريسر بين ال H6 وال H5،
طيب تقولي عمر كيف بدنا نحسبها؟ بدك انت بس تحفظ شغله وحده، انه الكمبرسر الافشنسي عند الايزنتروبيك افشنسي عند الكمبرسر راح يكون فوق الايديل وتحت الاكتوال. فهمت علي؟ بس هيك احفظ لي، بس هاي النقطه احفظ لي اياها. الايديل فوق، شلون يعني فوق؟ يعني هلا وقت نحط ثيرمال كومبرسر راح يكون هون WS ideal على W actual. فهمتوا شو النقطة؟ الايديل فوق والاكتوال تحت، هاي بالكمبرسر. التورباين عكس، فهمت علي شلون؟ بالتورباين راح يكون الاكتوال فوق والايديل تحت. انت احفظ الكمبرسر خلاص، وتذكر ان التورباين عكس الكمبرسر. حلو حلو، هاي نقطة. طيب يا عمر كيف هلا عملنا بالله انه الاكتوال، قصدي الايديل فوق والاكتوال تحت، كيف شو بدنا نكتب مين الابل مين عوض مين كذا؟ طيب بقول لك يا غالي، نحن عم نحسب اللي بدنا نطالعه قيمه الاتش اك الاتش 6 اللي هو طالع من هون. شايف شو هو اللي طالع من الكمبرسر؟ 6. طيب شو هو اللي طالع من التوربين؟ 8. اذا وصلنا للتوربين رح نحسب ال 8 صح ولا لا؟ ما هنحسب اللي داخل. شو بدي بالداخل؟ بدي باللي طالع، قيمه اللي طالع، اللي طالع من الشغله. تمام تمام. بنيجي هلا نحن هون شو بنعمل؟ كيف بنحطه؟ شو بنحطه فوق؟ شو بنحط تحت؟ شو بنحط يمين؟ بنقول هون اللي فوق، شايفين هاي هون شو اللي فوق؟ شو اللي فوق هون؟ اتش 6 اللي تحت اتش 5. فشو كيف بيكون عندنا الوضع؟ بيكون عندنا اتش 6 اس ماينس اتش 5 على H6 على H5 ناقصا H5. فهمتوا شو الفكرة؟ يعني حيكون هاد ناقصا هاد، بس الايديل فوق فبنحطه فوق، والاكشوال تحت بنحطه تحت. وهون نفس الفكرة. على فكرة ما فينك تقلي والله هاد ناقصا هاد، لا يا عيوني، لا لك هون اللي فوق على اللي هاد. تمام؟ حيكون عنا H7 minus H8 على H7 minus H8S. تمام؟ هاي الفكرة مشان توضح لكم كيف تحسبوا إذا كان في عندكم isentropic efficiency. طيب نرجع لهون عند الكمبرسر، منقول عبارة عن H6S minus H5 على H6 minus H5 وهي تساوي 0.8 اللي هي 80 وينها؟ ايش هيك بكتب انا؟ اللي هي 80% بس حولناها لعدد عشري. طيب بنحط القيم، نقول 0.8 وتساوي ال HS 6S اللي طلعناها 544.06 minus ال H5. H5 كمان طلعناها 300.19 على هون ال H6 المجهول ال actual ناقصنا ال H5 اللي هي 300.19، بيطلع عنا ال H6 مقداره بقيمة 605.02 كيلو جول بير كيلوغرام. تمام تمام. نجي هلأ كمان عند فولستيت 7. ستيت 7 شو معطينا؟ معطينا التي 7. التي 7 معطينا اياها 1300 كلفن. منو شو اعطاك اياها بالكلفن على طول؟ روح على التابل A17. نقول هون نروح على التابل A17. طبعا بانكم ها A17، هذا هو A17. كم معطينا اياه؟ 1300. بنروح 1300 ها هاي 1300، شايفين 1300 كم عندنا ال H 1395.97. طيب نقول H7 هون على الحجي. طيب from table A 17 كمان هنيك وين؟ عند ال 5 صح؟ اه from table اي شخطة 17. طيب هون ايوه هنيا نقول H7
وتساوي ناخد نفس الفكرة نفس ما عملنا بالفايف، ناخد ال H وناخد ال PR، معناته نقول H7 تساوي 1395.97، عندنا ال PR7 وتساوي 330.9. نعمل نفس الحركة PR7 over PR8 equal P7 over P8. ايوه P7 over P8 تساوي 8 اللي هو pressure ratio وتساوي 8. معناتها ال PR8، نحن نطلع ال PR8 وتساوي، هي عبارة عن PR7 over 8. معناتها اذا ال PR8 وتساوي 41.36. طيب نروح مثل ما بالستيت 5، نروح نشوف وين 41.3. شوف 40 40 يا 40 وينك 40. طيب شوف ال 41 هي between 39.27 and 43.35. عاد بناخذ هاد وهاد وناخذ هاد وهاد ونسجلهم بالجدول، نعمل interpolation. طيب تعال نرسم جدول interpolation. جدول interpolation هون ال y، هون ال x، هون 1، هون 2. ونقول هون عنا من نطالع نحن H8S نفس الفكرة. ليش S؟ لأنه توربين عنا يا بايزنتروبيك افيشنسي اللي هو 85. طيب وهون عنا نحن طلعنا ال PR 41.36، هي between 3 between 39.27 و 43.35. رح يكون هون عنا 7 78.18. طبعا هاي ال 8 ما بعرف شلون جبتها، 8 فرعونية. طيب 778.18 عنا هون 800.03. مع الانتربوليشن وكذا ونفس القانون بنستخدمه، ما حرجع اكتبه، بدكم انتو تكتبوه طالعوا، بس بشكل عام رح يكون عنا باي انتربوليشن انتربوليشن هيكون عنا H8S قيمته لو نفس القانون اللي هو حيكون Y1 plus بين قوسين X minus X1 مضروبة في Y2 minus Y1 over X2 minus X1. طيب رح يطلع لنا قيمة ال H8S 789.37 كيلو جول بير كيلو جرام. طيب مروح نحن هلا نطالع الاكشوال. قال لك الاكشوال هو عبارة عن، نحط هون الافيشنسي تبع التوربين، من قال لك ال H7 وشرحت كيف تيجي ماينس ال H8 على ال H7 ماينس H8S أيوة تساوي 0.85 اللي هي نفسها 85%. تمام شايفين هاي اللي فوق هون H7 فوق على اللي تحت، بس هون اللي حيكون فوق عنا الاكشوال وتحت عنا الايديل. فوق مقصدي بالسكيماتريك دايجرام هيك، ها شو مكبر يا ابني، هاي هون H7 هاي هون ال H8. طيب نرجع منقول بعد ما نعوض نحط هون 0.85 equal ال H7 عنا ياها 1395.97 minus H8 اللي هي المجهولة على 1395.97 minus H8S اللي هو قيمة طلعناها 789.37. راح يطلع عنا قيمة ال H8 وتساوي
880.36 كيلو جول بير كيلوغرام. ويش يا خرب بيته مقطوع السؤال. المهم نيجي نقول فور ستيت 9. ستيت 9 رح نطالع من نفس الجدول from table A17. A17 انه عندنا نحن T9 كم معطينها بالكلفن؟ 450 كلفن. خلص على طول بتروح انك معطيكها بالكلفن، روح ركض على table A17 وطلع على H وقل له لكم يا غالي ال H9 من التيبل رح يطلع عنا 451.8 كيلو جول بير كيلوغرام. طيب خلصنا احنا هلا كل الاتجاهات، كل الاتجاهات هذا جمع تكسير سالم. طيب كل الاتجاهات طالعناها، نيجي هلا شو بدنا نعمل؟ نطالع اللي هو طالب منا الواي فراكشن. نطالع الواي فراكشن عن طريق الانرجي بالانس نفس ما شرحت بالثيوريتيكال. حط هون انرجي بالانس رح يكون عندنا ماس فلو ريت عند الغاز في H8 - H9 بلس. شرحت لكم هاي كيف صارت وكيف صارت العملية. H3 - H2 يساوي 0. معناته هون عنا الماس فلو ريت عند الستيم على الماس فلو ريت عند الغاز واللي هي نفس الواي وتساوي H8 - H9 على H3 - H2. ولح يكون عنا إذا عوضنا بالقيم ال H8 وال H9 وال H3 وال H2 حيطلع عنا قيمة ال Y واللي هي ال MS الماس فلو ريت عند الستيم على الماس فلو ريت على الغاز رح يطلع لنا قيمته 0.1311. نعوض على طول القيم هون ال H8 عنا اياها وال9 طلعناها وهي عنا يعني نعوضها بيطلع عندكم هذا الرقم. طيب بنروح هلا بدنا نطالع الثيرمال افشنسي. بس شنو بدنا نطالع؟ نطالع الثيرمال افشنسي عن طريق دبليو نت على اوفر كيو ان. بنحط اول شيء دبليو نت، بنقول دبليو نت وتساوي دبليو نت وتساوي فلوريت عند الغاز بلس ورك فلوريت عند الستيم. طيب عند الغاز راح يكون عند فلوريت غاز على H7 - H8 - H6 - H5. تمام. طيب نطلع نحن هلا هون قيمته اللي هو راح يكون دبليو جي يساوي بعد ما نعوض ام جي حيكون 1395.97 - 880.36 - H6 اللي هو 105.02 - 300.90. تمام حيكون عنا work flow rate عند الغاز رح يساوي mass flow rate عند الغاز مضروبة في 210.79. تمام. نجي عند ال work flow rate عند الستيم. نقول work flow rate عند الستيم وتساوي mass flow rate عند الستيم ضروبة في H3 - H4 - H2 - H1. هطلع لنا إذا عوضنا القيم3411.4 - 2437 - 14.77 - 137.75. هيطلع عنا work flow rate عند الستيم equal
mass of flow rate steam طلبت في 1367.38. تمام. اللي هون بتقول لي يا الله ما عندي، لا انا الماس فلو ريت عند الستيم، عند الستيم ولا الماس فلو ريت عند الغاز، كيف بدنا نطالع؟ لا طول بالك يا ابني، هو معطينا شو؟ معطينا الدبليو نت، معطينا الورك فلو ريت نت اللي هو 45 ميجا وات. طيب بنحط هلا، نحن بنرجع نحط هلا بالقانون، بقانون الورك نت فلو ريت يساوي دبليو جي بلس اس، بنعوض فيه، بنحط هون عندنا هي هي عبارة عن 45 ضرب 10^3 اللي هي ميجا بنحولها لكيلو، بعدين هون بنحط قيمة ال work G اللي هي حيكون عند الماس فلو ريت عند الغاز في 210.79. طيب زائدا ال work flow rate عند الستيم بنقول ال MS ضربة في 1367.38. طيب لاكونيا شو تعمل؟ شايف هذا الترم؟ خد لي ام جي كعامل مشترك، بقول لك هون كومن، بقول لك هون تيك ام جي از كومن فاكتور. طيب راح يصير عنا 45 ضرب 10^3 ويساوي، نحن هون اخذناه كعامل مشترك، نعمل هيك خلاص، هاي اخذناه من هون سحبنا، يعني ها هون بهالحالة سحبناه نحن من هون، راح يروح لهون، راح يصير عنا 210.79 بلس ام اس اوفر ام جي، تمام مضروبة في 1367.38. شايفين بيطلع عنا من هون، هذا هي هون هي ام اس اوفر ام جي، مو طلعنا نحن قيمتها فوق او ورا، اللي هي طلعنا قيمتها 0.01311، خلاص بنعوض هون، هنقول هون هي عبارة عن 0.1311، ما هيك 1 1 صح، والله نسيت وينه، ايه هون 1 طلع نحن من هون، وعنا هون كل القيم بس عنا هذا المجهول، ونطلع قيمة الماس فلو ريت عند الغاز رح يطلع قيمته 115.36 كيلو جول بير سكند. بس بدك تطلع الماس فلو ريت عن طريق ال 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 الماس فلو ريت عند الستيم، راح يطلع معك عن طريق انه القانون، مو قلنا نحن ال ام اس اوفر ام جي يساوي 0.1311، نحن عندك انت هي الام جي خلاص بتطالع هذا المجهول، بيطلع لنا نحن الماس فلو ريت عند الستيم ويساوي 15.12 كيلوغرام per second. طيب نطلع نحن هلا ال QN heat flow rate عند ال QN. طيب نقول mass flow rate عند الغاز ضربة في H7 minus H6، بنعوض بالقيم اللي هي اللي حيكون 115.36 ضربة في 1395.97 minus 605.02، طلع عنا القيمة وتساوي 91.24 ضرب 10^3 كيلو جول بير كيلو جرام، واللي هي نفسها 91.24 ميجا جول بير كيلو جرام. طيب نطلع ثيرمال افشنسي اخيرا، اللي هو بده يكون دبليو نت اوفر كيو ان فلوريت، فلوريت عنا اياها نحن هاي 45 ميجا وات، هاي بنحط عنا اياها 91.24 ميجا جول بير كيلو جرام،
راح يطلع عنا thermal efficiency قيمته 0.493 هو نفسه 49.3%. وهيك بيكون خلصنا السؤال، ويعطيكم العافية. شكرا.